مسألة الدفوع التي قدمتها إسرائيل اليوم أمام محكمة العدل الدولية لتتنصل من تهمة الإبادة الجماعية، بأي دفوع قامت إسرائيل بالدفاع عن نفسها أمام العالم وأمام محكمة العدل الدولية في ظل التصعيد المستمر في غزة وفي رفح تحديدا؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن إسرائيل لا زالت تواصل مسلسل الكذب والتضليل والخداع برواية كاذبة وخادعة، اعتقادا بأن العالم لا زال في حالة من الصمت وفي حالة من قبول الرواية الإسرائيلية، لأن الجريمة التي ترتكبها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أصبحت شاهدة وليست بحاجة إلى دلائل، علما بأن كل ما يتم ارتكابه من جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تصور وهي تنقل سواء عبر الفضائيات أو عدسات التلفزة أو عدسات الكاميرات، كل ذلك ينقل للعالم وليست بحاجة إلى تحقيقات، لأن كل ادعاءات الفريق القانوني لدولة الاحتلال بأنهم يدافعوا عن نفسهم، السؤال الحقيقي أين الدفاع عن النفس، علما بأن الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي هو يأتي في سياقات محددة ويأتي ضمن التزام كامل بالقانون الدولي، ولكن نحن نشهد بأن 35,200 شهيد، أكثر من 80,000 مصاب، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 مفقود، تدمير كامل لكل مقومات الحياة، سياسة الحصار، سياسة التجويع، سياسة التعطيش، سياسة انتشار الأوبئة، كل ذلك هو يأتي في سياق الإبادة الجماعية ضمن التوصيف القانوني، وذلك وفقا للقانون الدولي وفقا للقانون الدولي الإنساني وحتى وفقا للنظام روما الأساسي الناظم لعمل محكمة الجنايات الدولية. من هنا حاول ممثل دولة الاحتلال الحديث أو التباكي حول الأحداث التي جرت يوم 7 أكتوبر، متناسب أن هذه قضية مستمرة على مدار 76 عام متواصلة، متناسب الجرائم التي ارتكبتها حكومات أو عصابات الاحتلال لإقامة هذه الدولة المزعومة على أنقاض القرى المهدمة، بالإضافة إلى على جماجم الأطفال الذين ارتكبوا بحقهم المجازر في دير ياسين وفي كفر قاسم، وتمتد الحلقة وصولا إلى قطاع غزة، ونحن نتحدث عن أكثر من 75% من الشهداء هم من النساء والأطفال، أي بمعنى أن بنك الأهداف الذي حددته حكومة الاحتلال هو الأطفال والنساء، أي بمعنى حرب إبادة، علما بأن حالة استهداف كافة المنشآت المدنية والتي هي محمية وفقا لاتفاقية جنيف، استهداف المستشفيات، استهداف المدارس، استهداف الجامعات، استهداف المساجد، أي كنائس، استهداف مقومات الحياة من بنى تحتية، شبكات الكهرباء، شبكات المياه، الصرف الصحي، المواصلات، كل ذلك هو يأتي في سياق حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وهذا ينطبق وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعت عليها 154 دولة من دول العالم في عام 1949، ولا زالت الدول توقع على منع هذه الجريمة الكبرى والتي هي تعد أم الجرائم التي ترتكب في العالم. ومن هنا نجد بأن كافة الدفوع التي تقدمت بها دولة الاحتلال لا قيمة لها أمام الحقائق التي وجدت. صحيح يا دكتور جهاد، اليوم وبعد هذه الدفوع الوهية التي قدمتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أي تدابير ستتخذها المحكمة لإيقاف هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تتم في غزة وما يحدث في رفح على وجه التحديد؟ يعني حاولت جنوب أفريقيا والدول التي انضمت ومصر ومجموعة كبرى من الدول التي انضمت إلى هذه الدعوة أن تطالب بمجموعة من التدابير الاحترازية العاجلة إنقاذا للشعب الفلسطيني، ألا وهو أن تأمر المحكمة، محكمة العدل الدولية، بوقف إطلاق نار فوري، بإدخال المساعدات بشكل متدفق بعدم اجتياح مدينة رفح، بإنقاذ الإنسان الفلسطيني. هذه 4 تدابير اتخذتها أو قررت جنوب أفريقيا بالإضافة إلى الدول المشاركة معها طلب من المحكمة اتخاذ هذه التدابير، ولكن بالمقابل السؤال الحقيقي ماذا قدمت أو ماذا فعلت دولة الاحتلال بعدما أصدرت المحكمة يوم 26 يناير مجموعة تدابير احترازية وألزمت دولة الاحتلال بتقديم تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية والإجراءات، ولكن حتى يومنا هذا لا زالت دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهة التنفيذية والجهة التي تمتلك
القوة الملزمة التي تمتلك القوة التنفيذية التي بإمكانها أن تستطيع أن تلزم دولة الاحتلال، ولكن نعلم بأن الفيتو الأمريكي دائما حاضرا في هذا السياق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقد الفيتو خلال 7 أشهر 4 مرات، 3 مرات ضد وقف إطلاق النار ومرة أخرى ضد العضوية الكاملة لدولة فلسطين. صحيح يا دكتور جهاد، لكن المشهد العالمي يتغير، ما رأيناه من مظاهرات يعني عدة في دول أوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية يحرك المشهد عالميا. تحدثت حضرتك عن دخول القاهرة بجانب جنوب أفريقيا في الدعوة المقدمة لمحكمة العدل الدولية، كيف ترى المشهد مع دخول القاهرة جنبا إلى جنب مع جنوب أفريقيا في هذه الدعوة، وكيف ستؤثر على الأرض؟ يعني أعتقد بأن القاهرة لها دور كبير، ومصر دولة ذات الثقل في منطقة الشرق الأوسط وذات الثقة لدى دول العالم بأسرها. الجميع يدرك حجم ومكانة ودور مصر فيما يتعلق بحالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومكانتها وما تحظى به من احترام وتقدير. القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يملك من بصيرة نافذة ومن حكمة وحنكة سياسية قادرة على قراءة المشهد واستشراف المستقبل، وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المناسبات حتى قبل أحداث 7 أكتوبر بأن المنطقة ذاهبة إلى حالة من الانفجار، وعلى المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ ما يمكن انقاذه او خفض التصعيد وعدم وصول المنطقه الى حافه الانفجار او حاله الاشتعال. ولذلك عندما تدخل مصر بجانب جنوب افريقيا في هذه القضيه، مصر تمتلك من الوثائق وتمتلك من الدلائل باعتبارها شاهده وواقفه على الحقيقه بل مسانده للشعب الفلسطيني. مصر التي اصطفت مئات بل الاف الشاحنات على جانب المعبر على جانبي المعبر من الجهه المصريه، واستخدمت الامين العام للامم المتحده وكافه مفوضي الامم المتحده والهيئات الدوليه للنظر على ما يقوم به الاحتلال من جرائم تجويع وحصار للشعب الفلسطيني. مصر تمتلك الوثائق، تمتلك الدلائل، تمتلك الصور باعتبارها على تماس مباشر بكل الاحداث الجاريه، وهذا يعطي جنوب افريقيا والدعوه قوه يعني لا يمكن تصور الدعوه بدون وجود مصر في قوتها الحاليه، وهو ما عبر عنه حتى كافه اطياف الشعوب وحتى المسؤولين في كافه دول العالم تحدثوا بكل صراحه بدخول مصر بجانب جنوب افريقيا الى دعوه منع او وقف الاباده الجمعيه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، اذا ستكون هناك او سيكون هناك ثقل مما يعطي مصداقيه اكبر للقرارات التي ستتخذها محكمه العدل الدوليه بما يتعلق بهذا الصراع، ومصر بما تملكه من دلائل ومن وثائق ومن شهادات. هذا الامر الذي سيكون بشكل حقيقي داعم، وخاصة نحن نعلم مصر هي التي تعمل على إدخال المساعدات، مصر التي تعمل على إدخال الوقود، مصر التي تعمل على إدخال الوفود الطبية، مصر التي تعمل على إنشاء المخيمات للنازحين الذين لم يجدوا مأوى، مصر التي استقبلت الجرحى والتي لديها شهادات ووثائق حية من قبل هؤلاء الجرحى الذين استهدفوا بأسلحة محرمة دوليا، وهم عبارة عن أطفال، عبارة عن نساء، عبارة عن كبار من السن، عبارة عن شباب لا علاقة لهم بل هم مدنيين، ولكن استهدفوا كونهم فلسطينيين يقطنون في قطاع غزة. وليس فقط هذا الأمر، فمصر على دراية بالملف الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كامل من خلال ما أجرته من حوارات مسبقة وما أجرته من وسطات في العديد من المواقف. صحيح، وجولات مفاوضات مضنية قامت بها القاهرة للتوسط والوساطة لوقف إطلاق النار.